اليوم في عندنا كلام في سرك، وعندنا 100 سؤال وراح نكمل معاهم بفحص شامل. هذا كله مع راغدة شلهوب. راح اقول لك ببدايتها اهلا وسهلا فيكي بالكويت، تتكملي تقدري تكملي معنا وتفهمي الكلام. مساء الخير، شكرا على الكلام الحلو، اهلا وسهلا فيك نور وطالب كمان، ومساء الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا الليله. ان شاء الله نكون إن شاء الله ضيوف خفيفين عليهم. مساء عليك بالخير وحياك الله معنا في استديو عسيف، ولكن قبل أن نبدي حوارنا ترجمي له نور. انا رح ترجم لك. هو بيقول لك اياهم بالكويتي وانا بترجم لك اياهم. قبل أن نبدي الحوار ان شاء الله سنذهب الى تقرير معد من قبل شباب ربنا الاعداد ونرجع للتالي. راغد، يمكن تركتي بصمه في الاعلام المصري، ولكن قبل لا ادخل في هذا الموضوع ابي اسالك، تتابعين مسلسلات خليجيه؟ الى حد ما. يعني المفروض تعرفين الكلام الكويتي. لا فاهمين عليك. هلا فاهمين عليك اكيد. لا حسيت لانه وصلت من امبارح بلشت اتاقلم. احنا يمكن دائما في الوطن العربي خاصة المسلسلات يمكن جمعت اللهجات وقمنا نفهم اللهجة اللبنانية والسورية والأردنية ونفرق ما بينهم، أيضا اللهجة المصرية ويمكن حتى اللهجات أخرى. أتوقع يمكن بشكل أو بآخر هذه المسلسلات سوت شيء إيجابي لنا. أكيد ساعدت كثير. مشاكل عم نحكي هلأ تحت الهواء عن اللهجة المصرية كمان، يعني عم نقول قدي نحن بنحسها سهلة، بس لما بتروحي على مصر أو بتجربي تتكلم مصري بتلاقي في صعوبة لغاية ما تتأقلم وتتعود عليها. أكيد الأعمال والأعمال الدرامية سهلت، نحن ربينا على الأعمال المصرية. صحيح. تحديدا الأفلام والمسلسلات، فبتصير أسهل. وبعدين هلأ بالوقت اللي نحن فيه ما بقى في مكان ضيق، صار كله مفتوح على بعضه من خلال التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والفيديوهات والتصويرات، صارت أسهل بكثير. مع أنها راغدة حضرتك، يعني أنت دشيتي بمصر باللغة اللبنانية وقدرتي أنك تحافظين على لغتك وتنجحين فيها. نعم. هل تحسين يعني أن هذا يعني ساعدك، اللهجة ساعدتك بالنجاح؟ حكيت اللهجة اللبنانية بس كنت في بعض المفردات استعملتهم مثل ما بيقولوا باللهجة البيضاء أكثر، يعني أوقات استعمل فصحى، بعض الكلمات قالوا لي لا ما ممكن تنقال هون بمصر، نحن عنا بلبنان تنقال عادي بمصر. لا لازم في بعض التعابير واحد ينتبه. يعني هذبتي اللهجة؟ هذبتها أكثر، بقيت عم بحكي بلهجتي اللبنانية لأنه ما بدي أدعي إنه أنا بعرف اللهجة وأنا مش متمكنة منها. فبمرق بعض الأفشات، حتى بعض الضيوف صاروا هن بيجاوبوا باللبناني بيقولوا لي ما هيك، انه هن عم بيردوا علي باللبناني. فعرفتي بطريقتي بلهجتي ولكن بشكل يقدر يستوعب ويفهم علي المشاهد المصري تحديدا. جميل. كلام في سرك، 100 سؤال، فحص شامل، برامج يمكن تركتي بصمه كبيره فيها. الحمد لله. اي برنامج فيهم اقرب لك؟ اللي عامل في علامه فرقه تحديدا 100 سؤال، كان هو أول برنامج لإلي بإطار الهارد توك شو اللي بعمل فيه الحوار القاسي بعض الشيء والجريء بعض الشيء. صح. كان هو العلامة الفارقة واللي عمل أكبر نسبة مشاهدة عالية بمصر بوقت كان عم ينعرض. تكرمت من قبل اليوم السابع ونزلوا عنوان بمصر قالوا عاوز تبقى ترند اطلع في برنامج راغدة شلهوب. كان كل التصريحات عم تطلع من برنامج 100 سؤال، وكان الاكثر بحثا عبر جوجل لوقت من الاوقات، وجوجل ما بينلعب يعني بنتائجها. صحيح. فبس تكتب كان 100 يطلع لك دغري برنامج 100 سؤال. على طول 100 سؤال. يعني هو مثل ما بيقولوا وجه الخير، وكملت وشكلها مكمل معك الخير اليوم. كتر خير الله. التكريم اللي صار بالملتقى الاعلامي، خلينا نتكلم عن هذا التكريم وشنو يعني لك، وهل صحيح ان حاسه ان برنامج 100 سؤال هو اللي وصلت النقطة هذه؟ البداية طبعا بكلام في سرك كان هو مثل بوابة عبور أكثر على مصر، دخلت أكثر على المجتمع المصري، عالجت قضاياهم وأخبارهم ومشاكلهم. 100 سؤال وفحص شامل فينا نحطهم بنفس الإطار اللي هو الهارد توك شو. التكريم اليوم بلاقيه نوع من إضافة، يعني حدا عم بيقول لك شكرا على الجهد اللي عملتيه، شكرا على التعب، يعني بفرح فيه بنبسط، وخاصة جاي من جانب هالدولة الحبيبة دولة الكويت اللي أنا كان صار لي فترة زمنية طويلة بقول بدي أطلع. اليوم إجت الفرصة وهيدا كان أول مشوار لإلي، وإن شاء الله يا رب بتتكرر أكثر وأكثر. قيمة مضافة لإلي بعتبر هذه الجائزة ومحفز لحتى أفتكر دائما إنه في أشخاص عم بتابعوني. وقتها بعمل منيح بيقولوا لي تفضلي هذه الجائزة، وقت اللي بقصر بيقولوا لي اجتهدي على حالك أكثر. أكيد مثل هذه الأمور يمكن تعطي الإنسان دعم معنوي ودفع يمكن إلى الأفضل.
البرامج الجريئه مثل البرامج اللي قدمتيها في هناك يمكن اسئله محرجه نوعا ما، تعتقدين كانت هناك شخصيات تتهرب نوعا ما من مقابلتك في هذا البرنامج او اي برنامج كان؟ لك والضيف اللي بيطلع معي ببرنامج 100 سؤال او فحص شامل هو عارف على اي برنامج رايح، مش جاي على برنامج توك شو. انا قدمت التوك شو كمان الثالث الدبلوماسي لما كنت اشتغل بشبكه قنوات اوربت، كان غير منحه، بس اللي بيختار يطلع ببرامج فيها الهارد توك شو هو بيعرف اي نوعيه من الاسئله. في ضيوف رفضوا يطلعوا، في ضيوف طلبوا الأسئلة نحن رفضنا يطلعوا. بدو يطلع بهالنوعية من البرامج بدو يعرف أنه رح ينحط بمواقف محرجة بعض الشيء، مع أنه أنا أسلوبي غير مستفز. يعني أنا ممكن أسألك مرة اثنين ثلاثة، بس في حلقة بمرة رابعة ممكن هيدا الشيء يجرحك أو يمس بكرامتك أو يمس بعائلتك ويأثر عليك، ممكن أنا أتوقف عن الإجابة أو عن السؤال إذا بدك بهذا الطرح. وهذا اللي صار بعدة حلقات، وكنت دايما أقول لهم، بقول لهم ما هو ما جاوبك، قلت لهم بسأل السؤال وما يجاوب هذا بيكون رد بحد ذاته. بالضبط. السكوت علامة الرضا. صح. أو بطريقة أو بأخرى مثل ما بيقولوا بيكون عم بيأكد شيء ما. إذن في ناس وايد قالت أن راغدة ببرنامج 100 سؤال وبرنامج فحص شامل تكرر عندها الضيوف. اثنين. يعني الأسماء تكررت. اثنين. ضيفتين. اللي هن مايا دياب أو خلي انسكرت. لحظة لا بتجي على راسي. تقلك ليه مايا دياب على سبيل المثال؟ مايا دياب حدا مثير للجدل، واللي بيحضر حلقة 100 سؤال مع مايا بلاقيها مختلفة عن فحص شامل. أنا ب 100 سؤال كان كتير استفزاز الموضوع، كان في كتير علامات استفهام، غصنا شوي بتفاصيل الخاصة، كان في نوع من دفاع كل الوقت. يعني مايا كانت بموقع الدفاع، أنا هجوم وهي دفاع. بفحص شامل اكتشفنا شق إنساني بمايا ما حدا كان يعرفه، ما حدا بيعرف أنه مايا ما بتقدر تنام بغرفة لحالها، مايا حدا بيخاف من العتمة، خبرت حادثة خطفة، عندها مشاكل نفسية، يعني من قصص صايرة معها بالماضي، علاقتها ببنتها، كيف الناس بينظروا لها وبينظروا لبنتها، هاو الناس ما كانت تعرفهم. إذا نفس الضيف ولكن المواضيع تختلف. صح. والأمور فكانت تختلف. كانت صحيح. يعني إذا بدك انطرحت بطريقة مختلفة. صحيح. من زاوية مشان هيك تكرر الموضوع. ومثل ما جابت مشاهدة أول مرة بـ100 سؤال جابت أكثر بفحص شامل. صدف معاك مثلا ضيف يكون معاك في الاستديو قبل التسجيل تحدث نوعا ما يمكن بعض اختلافات وجهة النظر ويهدي المايك ويطلع؟ لا، حصلت مش قبل التصوير، حصلت مره اثناء التصوير. اثناء التصوير. اثناء التصوير. هيدي الناس ما بتعرفها وما طلعت على الهواء. انا ما عملت ضيفك. انا عملت مثل اللي بدها تلملم القصه، لانه انا كان فيني اعمل سكوب من وراها. على فكره نحن اللي بيقدموا هالنوعية من البرامج بحبوا هالخضار. صحيح. شيل المايكروفون وكبوا يا شباب بيتصيدوا على هذه الأمور. لا، أنا ما كنت بدي هيك تطلع ضيفتي بهيدا، لأنه كان اللقاء كتير حلو. سألتها سؤال أنا مش عارفة إنه هي طالبة أصلا إلغاء من الفريق، إلغاء تحديدا، قال تسألوا باللي بدكن يقلها السؤال. رحت وجيت وسألت هيدا السؤال، أنا ما كنت عارفة إنه هي عندها مشكلة تتحدث بهيدا الموضوع. اللي صار إنه قالت لي وقف التصوير وأنتوا ما احترمتوا كلمتكن وأنا ما رح كمل. قعدنا الراضية والراضي خواطر وخلص وما بصير على خاطرك، وطلعت الحلقة والناس ما عرفت شو صار، وأكيد ما رح أقول شو اسم الضيفة، بس هيدي المرة الوحيدة اللي حصلت معي. راغدة، عندك الجرأة تكونين ضيفة لبرنامج مشابه 100 سؤال وفحص شامل؟ لا لا، نعرض علي يكون ضيفة في برنامج كمان جريء ببيروت. وجودك ببيروت مع أن أنت اللي تقدمين هذا النوعية من البرنامج. صح، لأنه ما بده أشرب من نفس الكيس اللي شربه لغيره. يمكن حققت نجاحات كثيرة خاصة في الإعلام المصري، ما كانت هناك ردود فعل يمكن من المذيعات والإعلاميات المصريات أن راغدة اجت وخذت مكانة احنا الاولى فيها؟ هلا على العلن ما عرفت شيء، يعني مثل ما بيقولوا وجها لوجه ما كان في شيء. بلا، انا بحكي عن الصحافه المصريه، حضرتني بشكل كثير كبير. الاشخاص يعني اذا بدك اللي بيشتغلوا بالمجال الاعلامي كانوا واقفين حدي، بلتقى بناس بالعكس
إذا بدك مبسوطين لنجاحاتي. هلأ بالقلوب ما بعرف شو بصير، وبالخفة ما بعرف شو بصير. على كل حال هذا ما بصير بس بمصر، يعني أنا هلأ إذا بيجي على أي محطة جديدة وفي أشخاص بيخافوا من أي شخص قادم جديد، ما بيعرفوا بعد هوي شو، دايما كل واحد بيخاف على مكانته، وهذا الشيء طبيعي مثل ما غيري بحس، أنا كمان ممكن حس إذا حدا فات. وبالنهاية أنا بقول ما حدا بياخد من رزقة حدا، كل صحيح. إنسان الله كاتب له رزقة بمحل معين. اليوم أنا نجحت قبل غيري نجح، وبعد غيري كمان حينجح، فأنا مقتنعة بهذا المقولة. يعني ولا مرة قلت أنا وصلت الحمد لله وما بدي شيء. واللي يجتهد أكيد راح يوصل أكيد. في النهاية وأنا ممكن هلأ عملت نجاحات، يمكن يجي بعدها فترة يكون في نوع من ركود، أرجع أجتهد على حالي أقدم شيء أفضل. فأنا مقتنعة بشغلة أنه أنا اللي عم بعمله هلأ منيح جيد، بس مش واصلة، يعني ما اكتفيت وقعدت أنا بالبيت وقلت حقق النجاح وحققته. رغدة، ما تفكرين بالعودة إلى الوطن والنجاح داخل الوطن؟ يعني دائما الواحد مهما كان متغرب أو عايش برا، دائما مخه يقول إن أنا بالنهاية راح أقدم أو راح أعيش داخل ديرتي، وراح أقدم شيء يهم مواضيع أشياء تهم البلد اللي أنا طالع منها. تعرف بقولك شي نور، شي كتير غريب إنه أنا بالإعلام من أول ما اشتغلت ولا مرة اشتغلت للبنان تحديدا، مشتغل بلبنان بس دايما توجهات المحطات اللي اشتغلت فيهم مختلفة، يعني أوربت اللي قعدت فيها سنوات عديدة توجه خليجي، اللي اشتغلت فيه بمصر هو لمصر، بيروت كان عندي تجربة كتير إذا بدك قصيرة منها كتير طويلة بإحدى القنوات المحلية، بس رزقتي دايما بتكون برا، ما بعرف ليه. ما عندي هدف، ما عندي مخطط انه لا بدي انقل هلا غير وارجع صير ببيروت. انا بقول وين ما بكون مرتاحه ومبسوطه وعم اقدم شيء انا مقتنعه فيه وحبته رح كمل، لو كان بهونولولو ما عندي مشكله، مهم انا اكون عم بعمل شيء مرتاحه فيه. بس اكيد بهمك الاعلام اللبناني يشوفك ويقدر شغلك ومجهودك، بس انا عم بعمل فرحي وشغفي، الإعلام هو شغفي وشغلي شغفي، فوين بهذا الشيء بيتأمل لي رح روح لقله. راغدة، فنان محمد نجم سألت سؤال عن ديانتج وكان حسيتك تقمصته. حسيت هيدا النظرة. وكان ردك جدا قاسي عليه والناس وايد هاجمتك بطريقة ردك القاسي عليه. أنا بسمع إجابتك بس بعد الفاصل. إذن ردك على سؤالي قبل الفاصل. بدنا نشوفه بالتقرير ولا لا؟ ما اشوف بالتقرير ولا دغري بجاوبك لا على طول هتجاوبي، خلينا نسمع. اللي صار انه سالني عن ديانتي مع الهوا، كان عم يحكي بشيء له علاقه بالمسرح، انه هو بفضل يكون اكثر رجال عم بيمثلوا معه. سالته ليش فائد للعنصر النسائي، يعني ليه ما في نساء معه؟ عم بيفسر لي وجهه نظره وما اقتنعت فيها. قلت له المرأة نص المجتمع، بتمثل نص المجتمع، وبالعكس يعني ما المسرح والتمثيل هو مرآة لمجتمعنا، يعني يعكس ليش الواقع. هذا الشيء ليش هذا الشيء مش موجود؟ فما بعرف، حس بشكل انه من الاشكال انه كأنه انا ما بعرف عم علم بموضوع الدين، ما بعرف ليش فهمها بهذه الطريقة. وسألني شو ديانتك. استفزك السؤال؟ اكيد استفزني، انه عيب مين بعد بوقتنا الحالي بيسأل صحيح. إنسان تاني، أنا بيجي بقعد معك بحديث بيسألك أنت شو دينك؟ عيب. بقى كان اضطر يجاوبه بهذه الطريقة أنه أنا بعبد إله واحد، أنا ما فيك. ليش الناس حسيت أن ردك عليه كان هجوم؟ بالعكس، مش كان، لأنه أول شيء أنا تفاجأت تقليك صراحة، يعني أنه ما توقعت ينزل مستوى الحديث. يعني أنا دايما مع ضيوفي بدلع ضيوفي، يعني بالرغم انه مواضيعي جريئه واسئلتي جريئه، بس انا ضيفي محترم، ما بنجم اكثر من الضيف. انا عندي دائما اعتقاد براسي انه ولا مره انا بدي اعمل نجمه اكثر من النجم اللي معي، وانا فهمانه اكثر منك، وانا بدي احكي اكثر منك. لا، الضيف مكانته هو يحكي، انا جايبته تيحكي. فجاوبني سألني بهيدي الطريقة، جاوبته بهيدا الأسلوب. بس بالعكس في ناس كتير قالوا، وحتى من قلب مصر، إنه عيب كان ينطرح على إنسان بهيدا الوقت بهيدا الشكل، لأنه هيدا الموضوع عم نشوف لوين بقى. يعني كنت عم بحكي من شوي مع أحد القيمين على هذه المحطة، أستاذ أحمد، بدي وجه له تحية، عم نحكي إنه للأسف الوضع اللي صاير فيه، يعني عم نرجع لورا مش عم نتقدم لقدام، الطائفية والمذاهب الدينية صحيح. يعني اللي نحن فيها، بدل ما نكون عم نتقبل الآخرين صايرين عم نرفض الآخر، وكرمالنا عم نرجع لورا. وبدأت إن البرنامج فبدي أطلع فيه على الهواء أنا أشجع على هذا الموضوع. أكيد صحيح. لا
واستمر اللقاء بأريحية أم انقطع اللقاء؟ لا لا لا، عادي عادي، لأنه هو طبيعته هيك على فكرة. يعني نحن إذا من في أشخاص أنت بتقولي هلأ بده يقعد ما كل بتزعلي الوقت إيه، أو أنه لا، أو هو مثلا قاعد كل وقت حاطك وعم يطلع فيك أنه أنت جاوبتيني بهيدا الشكل، لا كملنا يعني عادي. شفتي عقب البرنامج كلمتي، صار في لقاء بينكم بعدين؟ عادي لا، وقت البرنامج. بس هو كمان حالة خاصة، يعني في أشخاص بيكون لهم باع طويل بالفن، عندهم أفكارهم الخاصة، توجهاتهم الخاصة، بقى في عالم خاص عايشين فيه، فلهذا السبب أنا بقدر أتفهم أكثر التاني. جميل. اتوقع احنا اسئلتنا وايد ديب انسايت، فيعني من كذي مترددين بالسؤال، لكن راح نكمل بهذا السؤال اللي هو ان وجودك بالكويت كان يعني ما شاء الله الناس استانست وعرفت ان لك وجود بالملتقى الاعلامي، لكن انت شنو الانطباع اللي خذيتيه من اول ما طبيتي الكويت للحين؟ محبة. يعني إذا بدك أعطيك عنوان عريض، محبة واستقبال كتير حلو. وحتى يعني اليوم ظهرت شوي من الفندق، يعني ظهرت غدينا برا، فبتحس الناس بتتعامل معك بمحبة وبتواضع كتير كبير، وبتحس في حالة ما بعرف راحة نفسية. شوي عم نفقدها صرنا بمجتمعاتنا العربية، بتحس العالم كلها استرس ومعصبة وهيك. يعني مدري أنا جاي من برا بعد ما عشرت كتير، بس شفت في هذا النوع من المحبة. الله يديم يعني عليك. يطلق على رغدة امرأة صلبة أو تتحمل خلينا نقول قسوة الأمور، بنتك بيروت وانتي موجودة في مصر، هذا البعد كيف تتعاملين معه؟ أول فترة كان صعب علي، بعدين تعودت وتعودت. يعني فسرت لها أكثر، علي عمرها صغير ما بتفهم التلفزيون، بعدين صرنا بالهدية. وهذه المشكلة، لأن عمرها صغير فتحتاج يمكن تكونين معها. إيه هلا صرت راضية بالهدية يمشي الحال، لأنه في هدية جاية من كل سفرة، فلست من وراء البرنامج لأنه ما طلعت ونزلت بالطيارة. بس تعودت على الفكرة. وبعدين أنا صار النظام هلا معي أكثر، بخلص تصوير برنامجي بشهرين وثلاثة، وبقية الوقت بكون موجودة معها. وأنا أؤمن بنوعية الوقت أكثر من كمية الوقت. ياما في ستات وأمهات قاعدين مع أبنائهم بالبيت يا كل نهار على الواتساب أو على التليفون، أو إذا مش موجودين مش حاسين بولادهم. لا أنا بس كون موجودة معها، وقتي بالكامل بيكون لها، يعني كل متطلباتها بتكون جاهزة وحضر لها. اخترتي لها اسم مميز، يعني أنا قبل الهوى قاعد أقول لك أختي سمت بنتها على اسم بنتك ناي. سبب اختيارك هالاسم، وبالذات أنه اسم معبر والناس يمكن صعب تلفظه، أو يمكن ما تعرف أن الناي قصدكم فيه هو الناي اللي يعزفون فيه. أعطني الناي وغني. أعطني الناي وغني. ايه. لا أنا بحب الأسماء العربية وبحب الأسماء الصغيرة، وحسيت فيه نغمة، وكان ما كتير متداول بوقتها، كان في كتير وقتها نسمع نايا. أنا كنت حابة لا اسم ناي، أعطيني ناي. بقى هلأ بس تصير تصرخ وتعيط بلا يا ريتني سميتك طبلة مش ناي، مفروض تكون هادية ورايقة. الله يحفظها. يمكن في الوسط الفني في مصر هناك أكثر من يمكن إعلامية دخلت في هذا المجال وذهبت إلى عالم التمثيل، بما أن المنتجين هناك كثار، وأيضا الإنتاج الفني السينمائي بشكل أو بآخر كبير وحاضر. صحيح. ما عرضوا عليك استاذة رغدة؟ بلى نعرض علي. أنا كان عندي تجربة متواضعة وكتير صغيرة ببيروت، ما كملت فيها لأنه انتقلت دغري على مصر. نعرض علي من فترة بليالي الحلمية الجزء السادس، بس كنت وقتها عم صور بعدني، وأنا كسولة شوي بهيدا الموضوع. بس ما عندك مانع؟ كسولة، برجع بقول لك كسولة، يعني بتردد. هلا اللي لقاء اللي برنامج تلفزيوني بتلاقيني مثل الأسد. يعني تترددين من باب الكسل لكن مو من باب رفض للتمثيل. الاثنين التخوف انك تدخلي مجال آخر. يعني عندي تخوف، هيدا واحد. اثنين الوقت الطويل، أنا بعرف شو بصير باستديوهات التصوير، يعني بفوت على التصوير صغير بيطلع كبير، ابنهم بيطلعوا كاهل مسار كيف كبران كثير، ساعات يعني مش ساعات، أيام وشهور، يعني بيقعدوا بينسوا حياتهم برا، بده وقت، بده تفرغ، وبده جرأة. أنا فيني شغلة يمكن ما بعرف، يمكن عم أقولها لأول مرة وقلتها بين الأصدقاء، أنا قديش عندي جرأة ببرامج التلفزيونية، قديش خجولة بالتمثيل. وعرفت هيدا الشيء من خلال التمثيل اللي عملته بمسلسل ببيروت.
بدي ادعي البكي، بدي مثل انفعالات. بحس كل العاملين اللي قاعدين ورا الكاميرات عاملين لي هيك، من الممثلين لحدي اخجل عكس كاميرا. فسر لي هالمعادله ما بعرفها. بالتلفزيون عندي جرأة مش طبيعيه، بالتمثيل بستحي، بالبرامج الحواريه ما عندي مشكله، بس بالتمثيل. فعدت عوامل ما خلتني لهلا اخذ الخطوه وقول انا لا بدي اعملها، مع انه ممكن غيري يكون استغلها ومشى بالموضوع. صحيح. لا انا بعدني بتردد وبفكر كثير. اذا من جراه البرامج الحواريه الحين وين راح تروحين بعد 100 سؤال، وبالذات ان اثبت نجاحها ويعني خلاص نفس ما ذكرتي تصدرتي الارقام بالسوشيال ميديا، مو بس بالسوشيال ميديا حتى باليوتيوب الأكثر متابعة. هلا مكملة البرنامج، رح يستمر لقبل بداية شهر رمضان المبارك إذا الله راد، وبعد شهر رمضان بنشوف شو حيصير. هلا ما فينا نحكي شيء واستبق الأمور. أنا صار لي مع القناة 3 سنين، بنتهي العقد مع بداية شهر أيار مايو. في كلام للتجديد، هلا بعدنا بمرحله الكلام والحكي، تنشوف يعني كل شيء بيصير مثل ما الله بيكون رايده. هذا اللي انا الله يوفقك. استاذه راغده شلهوب، واستمتعنا بالحوار معك في استديو عسيف، يعطيك العافيه قواك الله. شكرا كثير لك طالب ونور، شكرا كثير لك. كل شكر لك لوجودك معنا، وايد استانسنا فيك، وان شاء الله منها للاعلى، ومبروك التكريم اليوم. شكرا لكم، والله يحفظ دوله الكويت وشعبها، وان شاء الله يا رب ينعم عليكم الله بالاستقرار، هيدا المطلوب بوطننا العربي. شكرا لكل اللي تابعونا. اجمعين ان شاء الله مستمرين ومعاكم، لكن بعد ان شاء الله الفاصل رح نطلع به لسعة النحلة والاستاذة ليلى.